السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا مزيان وبخير وما خصكم حتى شي خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك رولي اللي كيجي خطير، واسهل كيك رولي، فتابعوا معايا الفيديو. فهنا عندي بالنسبة للمقادير عندي 4 ديال البيضات اللي كيكونوا بحجم كبير، وعندي كذلك 200 غرام من الدقيق بما يعادل 2 كؤوس من الدقيق، وعندي كذلك 200 غرام من السكر، كأس من السكر، وعندي هنايا ساشي من سكر فانيلا، وعندي هنايا خمارة الحلوة من فئة 7 غرام، ورشة من الملح. فهنايا خديت هذا الإناء وغادي نهرس فيه البيض. فهاد كيك رولي كتجي زوينة بزاف وكتجي رطبة، وكيجي الجينواز ديالها خفيف. فكنتمنى أنكم تتابعوا الفيديو حتى الأخير باش إن شاء الله غادي تنجح معكم، وهي كتنفع للضيوف الغفلة. بالنسبة للضيوف اللي كيجيو على غفلة فهذه كتوجد بسرعة، وحتى للأطفال المدرسة فهما كيبغيو بزاف كيك رولي، يمكن ليهم يديوهم معاهم المدرسة. فهنايا هرست هنايا 4 ديال البيضات، وغادي نزيد معاهم سكر فاني، وغنضيف معاهم كأس من السكر، وغادي نزيدو عليهم رشة من الملح. فهنايا غادي نحاولوا اننا نطلعوا البيض مزيان 3 أضعاف، خصنا نطلعوا البيض مزيان باش غادي نحصلوا على الجينواز يكون خفيف. فهنايا من بعد ما طلعت البيض مزيان مع السكر، غادي نزيدوا عليه 2 كؤوس من الدقيق، والخميرة الكيميائية من فئة 7 غرام، وغادي نخلطوا شوية دقيق بحال هاد الشكل، ومن بعد غادي نستعملوا الخلاط الكهربائي. فهنايا من بعد ما خلطت الدقيق مزيان يجينا بحال هذا القوام على شكل كريمي. وهنايا خديت هذه الصينيه وحطيت فيها هذا المول اللي غادي ندخلوا للفران، وغطيته من التحت من ورق الزبده، وغادي نكبوا عليه الكيك ديالنا. كما كتشوفوا كتجي خفيفه، وغنمروها على كل الجوانب اللي نحاولوا اننا نقدوها مزيان، وغادي ندخلوها للفران اللي ديجا سخنتو على درجه الحراره 120، وغادي نقص عليه واحد شويه، وغادي ندخلو الفران يطيب من التحت، ومن بعد غادي نشعلو عليه من الفوق، وغادي نتلاقاو باش غادي نزينو الكيك رولي ديالنا. فهنايا من بعد ما قديتها كتجي بحال هذا الشكل، غادي ندخلها الفران. من بعد ما طابت لينا فكما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف وكتجي منفوخه. فانا هاد الجينواز هو المعتمد عندي بالنسبه لي طارت او الكيك ديالي، وغنحيدوا عليه هاد الورق ديال الزبده، كيتحيد بسهوله. فخصنا نقوموا بهاد العمليه والكيك رولي كيكون باقي سخون. وهنايا عندي شويه من مربى ديال الفراوله، وغادي نزين بها الكيك من الفوق وهي سخونه. غادي نحاولوا اننا نسرعوا شي شويه. وبالنسبه للزوائد فهنايا غادي نقطع الزوائد اللي كيكونوا قاصحين شي شويه، باش ملي غادي نلويو الكيك رولي ما غاديش يتقطع لينا.
كما كتشوفوا قطعت هاد الزوائد وهنايا غادي نلوي الكيك رولي وهو باقي سخون غادي نلويه بحال هاد الشكل وغادي نغطيه بورق الزبده وغادي ناخذ واحد المنديل كذلك وغادي نغطيه وغادي نخليه شي 20 دقيقه هنايا من بعد ما خليته يرتاح مزيان ويشد راسو على الشكل رولي كما كتشوفوا معايا هنايا غادي ناخذ مربى ديال المشمش زين فهنايا عندي مربى ديال المشمش وعندي كذلك الكوك جوز الهند هنا غادي نحاول انني ديمونتي الكيك رولي غادي نزينه بالكونفيتير كليكم تزينوه في الشكلات الاسود او لا بالكراميل او باللوز ايفيلي فالتزيين كيبقى دائما لكم الاختيار هنايا غادي نرشو من الفوق بالكوك كيجي صراحه زوين في المنظر غادي نكمل في التزيين وغادي نتلاقاو باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك رولي اللي حضرته معكم فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك رولي اللي حضرته معكم كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وكنتمنى انكم تجربوه فهو صراحه كيجي زوين بزاف وسهل في التحضير وكنضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله وكنشكر جميع المتتبعين اللي نضافوا القناة ديالي كنقول لهم شكرا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة وكنبغي نشكر كذلك المتتبعين ديالي القدام والمتتبعين ديالي من الجالية الاوروبية كنقول لهم نورتوا وشرفتوا القناة والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.